وعنده سؤال سهل جدا. تاخذي ورق شجر الضرب، ورق شجر الضرب، ورق شجر الضرب هذا موجود. طبعا الدول المنتجة له الجزائر، المغرب، سوريا، موجود جدا بهذه الدول، وكل العطارين بيعين الأعشاب بالسعودية، بقطر، بالكويت، بالإمارات، بكل الدول بيستوردوا من المغرب والجزائر وسوريا. هذا علاج السعال قوي جدا، وزيته من أحد الزيوت الجبارة جدا للسعال وللرب، واللي عنده رب واللي عنده كتمة بالصدر جبار جدا، يشرب شرب أو إذا ورق صبي عليه ماء ساخن وتتركيه، تحركيه وتتركيه حتى يبرد، وبعدين تصفيه وتشربيه قبل فطور، قبل غدا، قبل عشاء، كم يوم تشفي بسرعة إن شاء الله. السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعد، دهون الكبد، دهون الكبد، بزر، بزر شوك الجمال، بزر شوك الجمال، تطحنيه مثل بودرة ملعقة صغيرة قبل كل وجبة لمدة شهر تشفي نهائي. السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعد، السكر، السكري، السكري تأخذ ترمس مر. حلبة، بذور الكزبرة، بذور الكزبرة من كل نوع كده، تطحنها ناعم كالبودرة وتسف ملعقة صغيرة سف قبل كل وجبة. زائد ممنوع تأكل أي زيت إلا زيت الزيتون وباعتدال شديد، ممنوع تأكل أي سكر إلا العسل وباعتدال شديد، ممنوع تأكل المقالي نهائي، تأكل بزر رشاد كده بدون طحن، بزر رشاد، حب الرشاد كده بدون طحن، مع علبة زبادي قبل كل وجبة 40 يوم. زائد تأكل بزر شوك الجمال ملعقة صغيرة قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء لمدة أسبوعين ثلاثة، وتأخذ ملعقة صغيرة من الراوند، الراوند تحطها على كوب ماء، تصب عليها كوب ماء ساخن وتحركها، بس تبرد تشربها قبل الفطور قبل العشاء 15 يوم، تتحسن جدا جدا جدا. البهاق، البهاق سهل جدا، البهاق نأخذ بذور الفجل، البهاق بذور الفجل، زائد بذور الجرجير، بذور الجرجير، نطبخهم مع زيت سمسم وبس يبردوا، نرجهم يومين ثلاث ونصفيهم، ونستخدم للبهاق هذا الزيت العجيب جدا بإذن الله تعالى كل يوم عدة مرات حتى شفاء، حتى شفاء. السؤال اللي بعد، تطويل الشعر، تطويل الشعر كالتالي، عشبة ذيل الحصان، زعتر بري، نطبخهم مع ماء وبس يبردوا نصفيهم ونغسل فيهم الشعر ولا نجفف، يوميا أسبوعين ثلاثة يطول شعرك جدا جدا إن شاء الله. السؤال اللي بعد، الثالول، الثالول تأخذي بزر خردل أبيض حبة واحدة، تنقعيها بالماء لمدة، تنقعيها بالماء لمدة ساعة، ماء بارد لمدة ساعة، بعد ساعة تحطيها على الثالول وتجيبي قشرة موز تحطيها عليها وتربطي، تكرري الصبح المساء، الصبح المساء ثلاثة أيام أو أربعة أيام، تذوب، تذوب، يذوب الثالول، يذوب نهائي، ولا يبقى إلا الجذر، يبقى الجذر تشيله وترميه. السؤال اللي بعد، الديدان، في واحد ببطنه، في واحدة ببطنها، في دود بطن، ببطن
في واحدة تقول في أخت تقول إنه بطنها في هذه اسمها كاسيا، هذه بذور بزر بذور. اسمها كاسيا تورا، خليني افتحها، ابغى افتحها، ابغى اشرب منها انا. اسمها كاسيا تورا. البزر هذا بيقولوا بانه اقوى بزر بالعالم لدود بالبطن، ينزل لو فيك لو بطنك في دوده طولها مترين يقولوا ينزل هذا ينزل. كيف نستخدمه؟ اسمه كاسيا تورا، كاسيا تورا تلقيه عند العطارين، عند العطارين. طريق ملعقة صغيرة من البزر هذا ونطبخها مع كاسة ماء بس تبرد، نشربها قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء لمدة 4 أيام 5 أيام، ينزل الدود اللي بالبطن كل زائد. البزر هذا إذا عندك كرش يروح، زائد بيشيل السم من الجسم من أول مرة، زائد بينزل الكوليسترول، زائد بيروح الشحوم الشحمة والكوليسترول، زائد إذا شربتيه مع زكام قوي ولا زكام قوي ما عاد إذا شربت منه. هذا اسمه كاسيا تورا، وبينزل كل أنواع الدود بالبطن، بينزل الديدان، اسمه كاسيا تورا. وفي بعد دقيقة في بعد عشبة دقيقة إذا لقيتها، هذه أقوى شيء بالعالم للدود. تشربي ملعقة صغيرة تغليها مع كاسة مي وتشربيه، وبس تبرد صفيه وتشربي قبل الفطور بنص ساعة ساعة، قبل الغداء بنص ساعة ساعة، قبل العشاء بنص ساعة ساعة، وبتروح الكرش هذا والكوليسترول والشحوم واللي عنده قولون بتعالج. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعد، الهالات السوداء، الهالات السوداء تحت العين سهلة جدا، الهالات السوداء تحت العيون، زيت الرمان، زيت الرمان، زيت النعناع، النعناع، زيت النعناع. أولوفيرا طازجة أو علب أصلي، ناخذ شوي ونفرك فيه الزيت حتى يصير أبيض، نفرك الزيت فرك حتى يصير أبيض 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 أبيض، نظل تفركي حتى يصير أبيض أبيض أبيض، ظل تفرك فيه حتى يصير أبيض أبيض أبيض، صار أبيض صار أبيض، خلاص تستخدميه تحت العيون، تستخدميه تحت العيون، زائد وقفي عندك زائد. ملعقة صغيرة مطحونة مثل البودرة من بزر العنب، بزر العنب الأسود، بزر العنب ملعقة صغيرة من بزر العنب، تشتري لك ربع كيلو نص كيلو وتاكلي ملعقة صغيرة مطحونة قبل فطور قبل غداء قبل عشاء، تكملي لك ربع كيلو أو نص كيلو.
تشفي نهائيا ويتحسن الوضع عندك. الهالات السوداء تحت العين بتكون بصير بيكون الشعيرات الدمويه رقيقه جدا، بصير الدم بصير يطلع من الشعيرات الدمويه ويتجمع تحت العين. هذا احد الاسباب الرئيسيه لسواد تحت العين. بذور العنب مهمه جدا تاكليه جدا. السؤال اللي بعد غازات البطن بذور الشمر، بذر الشمر، بذر الكراوية، وبذر اليانسون. ملعقة صغيرة من كل نوع نصب عليهم ماء ساخن ونتركهم حتى يبردوا، ناكلهم ونشربهم قبل كل وجبة.